صباح بن شويخ بطلة مسلسل طريق الورد، مغربية ومولات قناة في اليوتيوب، شهرات على الموقع اليوتيوب لتتقدم محتوى لمعيشة يومية بعروبيتها لتتعيش فيها مع الأم ديالها بإقليم الخميسات. كانت أول تجربة لها في مجال التمثيل فيلم الزنزانة عام 2018 اللي دار لها الإخراج ربيع الجواهري، وغتكون أول مشاركة لها في التمثيل في دور مهم في مسلسل مول المليح اللي تعرض في رمضان 2022 على القناة الأولى من أخراج أيوب الهنود، رفقة مجموعة من الممثلين المغاربة بحل سعد موفق. من بعد مسلسل الآن هي بطلة مسلسل طريق الورد اللي تعرض على القناة الثانية اللي من إخراج هشام الجباري، واللي خدت فيه البطولة ديال هذا المسلسل هذا، واللي تار كتير من الغضب وكيقول الناس ما خصهاش تاخذ بطولة مسلسل كبير بحال هذا. ولكن صباح خدت واحد المسيرة اللي ناجحة وبيناش بأن المرأة القروية يمكن لها أنها تستطع أنها تحقق ذاتها وتحقق الحلم ديالها. داكشي اللي دارت من قناة على اليوتيوب اللي أصبحت إلى أشهر ممثلة مغربية في هذا المغرب.